كان بيدرو فرنانديز عضوا متحمسا في تيراسيف، منظمة غير حكومية تم إنشاؤها في وقت ما بعد حادثة مدينة الراكون لمساعدة الأشخاص المتضررين من الإرهاب البيولوجي. انضم بيدرو إلى المنظمة بعد فترة وجيزة من تخرجه من التعليم بدوام كامل، وأصبح تابعا لأول مرة بينما كان لا يزال طالبا، وشارك في احتجاج منظم ضد التستر على تسرب فيروسي من قبل حكومة الولايات المتحدة. كان بيدرو رياضيا للغاية ومتخصصا في الهندسة الميكانيكية. كان يتمتع بشعبية لدى زملائه بسبب شخصيته المشرقة والمبهجة، ولكن في الأسفل كان جبانا وعرضة للخوف في المواقف العصيبة والحرجة. نادرا ما ذهب إلى مكان الحادث خلال حادث إرهابي بيولوجي نشط، لأنه عرضة لنوبات الهلع بفضل طبيعته الخجولة. وكان أيضا صبيانية إلى حد ما، وكانت كلمته المفضلة الكرة. ساعد بيدرو في أعقاب العديد من حوادث الإرهاب البيولوجي سيئة السمعة، بما في ذلك رحلة إلى كويجوجو في عام 2009 بعد اندلاع الأسبراغس. كان صديقا مقربا لزملائه غابرييل تشافيز وإدوارد تومسون، وكان دائما دافئا تجاه كلير ريدفيل. في عام 2011 تم اختيار بيدرو، أحد موظفي تيراسيف، عن عمد من قبل رئيسه نيل في يشار للمشاركة في محاكمة سرية في جزيرة سوشيستافوفاني على بحر البلطيق يديرها أليكس ويسكر. كان في حفلة يرحب بالمجندين الجدد عندما اقتحم فريق مرتزق مسلح مقر تيراسيف واختطف جميع المرشحين. استيقظ بيدرو لاحقا مع فيشار ويتشافيز وتومسون في كوخ مهجور في مكان ما في الغابة القديمة. كانوا جميعا يرتدون أساور مخيفة، وطاردهم سرب من الأشخاص الأشرار، سلالات الزومبي البشرية المصابة بفيروس تيفوبوس. بعد مقتل إدوارد، أخذ بيدرو يده المقطوعة حتى يتمكن من دراسة صور المستشعر الغريب بمزيد من التفصيل. بعد أن أغوى فيشار المنكوبين عن طريق إنشاء تحويل، تمكن بيدرو وغابي من الفرار والاتصال من ويسكر متظاهرين بأنهم مشرف، أمرتهم بالتوجه إلى حانة فوسيت في قرية صيد مهجورة. كان هناك اصطدموا بكيلير ريدفيلد ومويرا بيرتون، اثنان مرشحين آخرين للمحاكمة. عمل بيدرو على سوار تومسون وقرر أن لكل منهما جهاز تعقب صغير لنظام تحديد المواقع وجهاز إرسال ثنائي الاتجاه. جاء الإرسال من المشرف من مكان مرتفع في وسط الجزيرة، وتكهن بيدرو بأن المصدر كان برجا مصبيا ضخما بالقرب من منطقة المصنع. بعد العثور على طائرة هليكوبتر قديمة في حقل قريب، بدأوا في البحث عن الإمدادات في القرية. بيدرو إلى حفر صخري قديم يستخدمه لكسر الجدار والذهاب إلى مكان مغلق، ولكن عندما يستخدم ويسكر صفارات الإنذار لجذب العديد من الضحايا إلى القرية، يخاف بيدرو ويصاب بالذعر عندما يبني الناجون حواجز داخل فوس. أدى هذا في النهاية إلى تشغيل سوار المستشعر الخاص به، مما أدى إلى تنشيط فيروس تيفوبوس وتحويله إلى متحولة غريبة غير مستقرة. بعد أن التقى باري بيرتون وناتاليا كوردا أخيراً في إحدى الشقق المهجورة، 6 أشهر فقط لبري لإخراجه أخيراً من البؤس.